اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. وافنا يا كريم وافنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بحرمة القرآن. اللهم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.